أغلقت صناديق الاقتراع في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024 وسط إقبال مكثف من قبل المواطنين على صناديق الاقتراع. وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات استمرار عمل اللجان الفرعية وتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم حتى آخر ناخب، وذلك نظرا للإقبال غير المسبوق. كانت العملية الانتخابية بدأت في تمام الساعة 9 من صباح اليوم على مستوى محافظات الجمهورية تحت إشراف قضائي كامل. هذا وقد تم تحديد يوم 13 من ديسمبر لانتهاء عملية الفوز وإرسال المحاضر للجان العامة.